أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أي شخص يقدر يتصل بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة. أتمنى تكون رسالة مكتوبة، لا فيديو ولا رسالة صوتية، لأن ما أقدر أطلعهن، ولا اتصال أيضا. فأتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا، وأول ملف ويانا هو ملف المحاولات الحثيثة للمسؤولين والمتنفذين حتى يستولون على أملاك الدولة والناس، وبمساعدة منه؟ مساعدة القوات الأمنية اللي من المفترض أنه هي حكومية. وراها خلونا نحكي عن الفساد اللي بعده يواصل تمدده بالعراق، لكن بأشكال جديدة، منها غسل الأموال اللي تتهرب عبر الاستحواذ على الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية وأنشطة أخرى ببغداد. مراقبين للشأن السياسي العراقي يؤكدون أن جريمة غسل الأموال انعكست بالسلب على الأراضي بالعراق، ورما تم توجه مهربي الأموال إلى داخل البلاد بسبب صعوبات تهريب الأموال إلى الخارج ولجوءهم إلى وسائل جديدة مختلفة، سواء يشترون عقارات أو بناء مجمعات سكنية أو استثمارات تجارية على أراضي زراعية، أو من خلال دفع أموال للقوات الحكومية حتى يزيلون التجاوزات وتزوير عقود ملكية لبعض الأراضي بهدف الاستحواذ عليها من دون أخذ بالاعتبار إيجاد البديل للي يسكن بالتجاوز. منطقة الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد، سكان المنطقة أكدوا توجه قوة حكومية تتبع الشرطة الاتحادية ومحاولة هاي القوة أن تساومهم أو تبتزهم، يا أما يقبضون أموال أو تتهدم بيوتهم، بخطوة اعتبروها سكان منطقة الزعفرانية هي محاولة لسيطرة متنفذين على منطقتهم. خلونا نشوف اللي صار. فلوس من يمنا، خبرونا بيت هيكل مصبوب وياخذون فلوس من يمنا. يا أحمد ماهر، يا رئيس وزراء، هذا الرائد، هذا الرائد ياخذ فلوس من يمنا، ياخذون فلوس. يفشل الهياكل والمنطقة كلها مبنية، وين الاسوان؟ لا حول ولا قوة عليكم، بحق محمد وآل محمد. هذا الشاب المعلم، بيت هيكل مسبوق، بيت هيكل مسبوق. تفشل حميد ماهر، توصل صوت من رئيس وزراء، توصل صوت من رئيس وزراء، توصل صوت من رئيس وزراء. هذا اللي صار بالزعفرانية، لكن سرعان ما تطور هذا الشيء إلى احتجاج من قبل أهالي بمنطقة الزعفرانية إلى تطور جديد، أنه تحولت الاحتجاجات إلى صدامات بينهم وبين قوة الشرطة الاتحادية اللي جت وابتزتهم أن يدفعون لهم أموال قبل أن تستخدم الشرطة الاتحادية الرصاص الحي بمحاولة منها لتفريق الأهالي وراء احتجاجهم على الممارسات الحكومية ومحاولة هدم منازلهم دون إيجاد بديل لهم. خلونا نشوف. وعلي وعلي لا حد يرجع، لا حد يرجع، لا حد يرجع، لا حد يرجع، لا ترجع، تعال حبيبي. طلقاتك حتى لو كانت بالهواء، واحدة من الممارسات السيئة أنه ترمي إطلاقات عشوائية بالهواء، لأنه أنت هذا ما راح تحل أزمة، لأنه طلقتك من الممكن أن تسبب أزمة إلى إنسان وعائلة أخرى بمنطقة ثانية، ومن الممكن أن تخلي ناس يتصوبون أو تروح حياتهم نتيجة هذه الطلقات. منطقة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد ما اختلف حالها عن حال منطقة الزعفرانية، واللي صار بها مشابه للي صار بالزعفرانية. قوة ثانية من الشرطة الاتحادية
ما اعرف الشرطه الاتحاديه شغلها هسه تساوم الناس وتهدم بيوت. مهم، قوة من الشرطة الاتحادية أقدمت على هدم سياج ملعب يتبع إلى وزارة المالية. الأهالي أكدون أنه هذا الملعب يتخذوه شباب منطقة الجزائر بالشعب متنفس إلهم ويمارسون رياضة كرة القدم به، لكن اللي دا يصير هو محاولة للاستحواذ على الأرض من قبل متنفذين كذلك. خلونا نشوف. يمكن صار اكو تنسيب جديد بالعراق انه الشرطة الاتحادية ضموها الى البلدية فصارت جزء من امانة العاصمة فرايحة هي تفلش. الشرطة الاتحادية شو لها علاقة تفلش؟ أكو هيكلية معينة إلى هذا الأمر، أكو سلسلة لازم تمشي بها الأمور، وأكو جهة معينة هي اللي مسؤولة عن هاي الأمور. لكن إذا أكو قرار بالهد من قضاء عادل وبالمقابل أكو بديل إله ورفض اللي قاعد بالمكان، بساعتها تقدر تجيب الشرطة حتى تحمي أبو القرار مو حتى تفلش. طبعاً مشاهدينا الكرام راح نكمل وياكم برنامج صوتكم، لكن بفاصل صغير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. نرجع إلى قضية منطقة الشعب وقوة اتحادية، قوة من الشرطة الاتحادية فلشت سياج مال ملعب كرة القدم. سرعان ما شهدت منطقة الشعب وحي الجزائر انتفاضة شعبية بوجه القوة اللي هدمت سياج الملعب، أجبرت الجماهير أن تغادر قوة الشرطة الاتحادية المنطقة على الرغم من محاولة هاي القوة تفريق أبناء المنطقة بالرصاص الحي والسيطرة على الأوضاع من دون جدوى. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات. الناس لما شافت اللي صار بالزعفرانية واللي صار بالشعب، وهذا مو بس بهذن المنطقتين، هذا دليل انه دا يصير هاي الامور بهوايه من المناطق، علقت على هاي القضيه. وكان اول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك سجاد سالم: ناس حراميه جايبين كتب تزوير والدوله توقف وياهم، شنو الفيلم؟ ما تدري. حمزه كريم القريشي: والله يا عمي ضباط الشرطه الاتحاديه طغوا حتى المنطقه اللي مسؤولين عليها، اذا بها زراعه تدفع 3 مليون يلا يخلوك تبني، الله وكيلكم. وحميد ماجد يقول: القاع مبيوعة والدولة ماخذة الثمن، أكبر دليل الجيش والشرطة اللي إجوا وياهم. أما حيدر ماجد يقول: الله لا يوفقكم إن شاء الله، يعني الاتحادية طالعة ويا الحرامية يردون ياخذون الساحات. فكان هاي تعليق الناس على هذه المقاطع، وأكو تعليقات هواية ما قدرنا ناخذها بحلقة اليوم. هاي واحدة من مشاكل العراق، لما تكون أنت عندك بيت ويجون ناس يردون يستولون عليه. هذا اللي طلعناه بأكثر من منطقة، في أناس عندهم عقود عقارية طابوا ملك صرف وحاولوا يستولون عليها، وأكو بعض الناس اللي من 2003 إلى حد هاي اللحظة اللي ماكو أي حملة بناء بالبلد تساعد الناس أنه يعيشون، فتورطت ذني الناس بعشوائيات. فشفنا ناس عندهم موافقات ببناء مناطق وراها تفلشت هاي المناطق، علماً انه هاي المنطقة عشوائية او تجاوز، شلون انبنت ما حد يدري، بس الدولة وصلت لها مي وكهرباء وشوارع وتخطيط، وراها قالوا لهم انتم تجاوز وفلشوا لهم، وطلعنا من هاي المقاطع. وبعض المقاطع الاخرى اللي طلعناها محال تجارية بها عقود رسمية وما بها اي تجاوز، يجون يفلشوها بحجة التجاوز ويخسر صاحب الملك رزقه. وهسه نطلع لكم محاولات قوات من الشرطة الاتحادية أو عناصر من الشرطة الاتحادية يساومون الناس
اخذوا فلوس وطلعوا او تتفلش بيوتكم زي انتم شعليكم. الدولة هي اللي تعوض، واكو وزارة هي اللي مسؤولة عن هذا الامر، واكو دائرة هي اللي مسؤولة عن هذا الامر اللي هي امانة العاصمة. موظف يروح يدق الجرس، يا بقى انت قاعد بتجاوز هاي، روح راجع فلان مكان حتى تعرف وضعك. يروح يراجع الجهة المعنية، الجهة المعنية يحجون هي باحترام وبأدب، عمي انت قاعد بتجاوز، احنا جايين نريد نفلش هذا التجاوز، نريد نحول المنطقة من تجاوز الى اصولية، فانت لازم تطلع، انت قاعد ببيت هذا تعويض واطلع، او اطلع مكان وخلينا نبني اصولي وراها ارجع لمكانك. اما تجي قوة من الشرطة يا تقبض يا تتفلش وتروح وتتشرد بالشارع، الشرطة شعليها. الشرطة من المفترض لما اكو قرار قضائي ويتجي البلدية تريد تفلش والناس تتعنت، ساعتها تجي الشرطة الاتحادية، وما لها علاقة الشرطة، اي قوة شرطة ما لها علاقة. الشرطة شغلها الاساس بالبلد هي لحماية القانون. طبعا دا احكي بي دا احكي بشكل عام، انا دا احكي بالفرضيات، ما دا احكي اللي يصير بالعراق. الشرطة هي قوة امنية تابعة الى وزارة الداخلية، عملها بداخل البلد الحفاظ على امن البلد، منع الجريمة، منع السرقات، منع اي نوع من انواع الجريمة. وشغلها الاخر هي انفاذ القانون في حال اكو امر القاء قبض، هي تنفذه. في حال اكو امر بعزل شخص عن شخص، هي اللي تنفذه. في حال اكو متابعة، هي اللي تتابع. اما الشرطة الاتحادية تروح تساوم وتفلش، هاي جديدة. حسن من ميسان، حياك الله. كلنا في الحرامية يا اخوي، كلنا ذولي ملينا من عندهم، الله وكيله، كلهم عصابات استولوا علينا. نعم. في ميسان اباق العصر كلنا يعني ذولي الله وكيلك يعني سلطوا علينا، ما اعرف. نعم. تروح للبساتين تلقاها الفلان، تروح للعلان تلقاها الفلان. نعم. وابتلينا فيهم بلوى الله وكيلك، هذول شاكل العصابات ما احسبهم احزاب هذول. نعم. والله ابتلينا فيهم بلوى يا عزيزي الغالي. والله الله يسلط عليهم ان شاء الله، والله لا يوفقهم. نعم. الله يخليك حبيبي الغالي، وانا اشكركم واشكر قناتي الرافدين العزيزة الغراء. حياك الله. تدوى القلبك. حياك الله. لا شكر على واجب. نشكركم ونكادركم إن شاء الله. أي والله خلصنا من العصابات هاي الإجرامية، وهاي الحشاك السيطرت هيمنت على أملاك وعقارات المواطنين. تدوى القلبك وأشكرك. حياك الله. حياك حبيبي. شكرا شكرا شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله، وإحنا الميسان كلكم معاكم إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. لا شكر على واجب، هذا واجبنا تجاه شعبنا وتجاه بلدنا الحبيب العراق. شكرا شكرا لك أخ حسن. الميليشيات بالعراق تورطت بهواية من الانتهاكات الحقوقية بحق إنسان أو بحق طفل أو بحق حيوان أو بحق أي شيء. شكو انتهاكات حقوقية تصير بالعراق، أكو هواية من هذني الانتهاكات مرتبطة بها ميليشيات، وارتبط اسم الميليشيات بهواية من التجاوزات والجرائم الإنسانية، لأن هاي الميليشيات بدت تستهدف الكوادر، بدأت تستهدف النخب العراقية من أطباء، علماء، شخصيات معروفة ومرموقة بالمجتمع العراقي. هاي السياسات أدت إلى تحويل البيئة العراقية إلى بيئة طاردة للعقول، وبدأت موجات هجرة العقول العراقية إلى الخارج خوفاً من انتقام الميليشيات، وهذا واقع، واللي كانت خطوات ممنهجة حتى تعبد الطريق للفوضى بالبلاد. وكان الجيش المهدي اللي يتبع مقتدى الصدر السبق في مثل هاي الانتهاكات قبل أن يتحول إلى ما يعرف الآن بميليشيا سرايا السلام. ومن بين الانتهاكات الأخيرة اللي جرى الكشف عنها وفقا لناشطين، قيام عناصر من ميليشيا سرايا بإحراق سيارة لمواطن مركونة أمام منزله. تعرفون ليش بمحافظة ميسان؟ لأنه هذا المواطن طلع انتقد التيار الصدري على منصات التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف سوية اللي صار. ما
هاي مو فوضى، هاي مو جريمة، وشو يعني انطلع انتقد؟ وش دا يسوي التيار الصدري للمواطنين حتى ما ينتقده؟ شنو اللي دا عمي عوف التيار الصدري؟ وزارة الصحة اللي وزيرها يتبع التيار الصدري، شنو اللي قدمه للمواطنين حتى ما ينتقده؟ هم ما دا ينتقدون بس التيار الصدري. وليش التيار الصدري خط أحمر؟ وليش مقتدى الصدر خط أحمر؟ شنو اللي دا يسووه للبلد؟ شنو اللي دا يقدموه للبلد؟ تجي تحرك سيارته ليش؟ منو راح يعوضه هذا؟ التيار؟ لو جماعة الإطار؟ طبعاً قاعد تقولوا لي هاي حالة فردية صارت، أكو مشكلة بينه وبين واحد من عناصر التيار الصدري، وراح يطلع مقتدى الصدر ويفصله. الميليشيات بالعراق مثل ما تعرفون عندها تاريخ حافل بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان من أكثر من 20 سنة، نظراً لغياب أدوات المحاسبة، فقائمة هاي الانتهاكات بزيادة مستمرة وتصاعد واضح. هذا اللي يرفع من مخاوف العراقي من مستقبل بلده بظل غياب واضح لملامح الدولة وسيادة الدولة وعجز المؤسسات الرسمية خصوصاً القضاء والقانون أن تستجيب لمطالب ملايين العراقيين اللي يشعرون بغياب الأمن والخوف ويحذرون من مخاطر هاي الميليشيات. ما استثنت أحد بالبلاد من انتهاكات هاي الميليشيات، لأنه الميليشيات هذه كلهم عندهم سوى، طبعاً من ضمن اللي انتهكت حقهم هم الكسبة والفقراء، ورا ما اشتغلت مكاتبها الاقتصادية أن تفرض إتاوات على الكل بما فيهم أصحاب البسطيات. اللي يرفض يدفع الإتاوة يكون مصيره مثل ما راح نشوفه بهذا الفيديو، أفراد من ميليشيا السرايا حطموا عربة بيع الحمص المسلوق اللي احنا نسميه اللبلبي ببغداد بعد ما اعترض صاحب العربة على دفع الإتاوة لهم. خلونا نشوف. هاي انا مفتح الباب الله كسرها، شفت هنا مفتح كسرها، شمر غراضي بالشارع ويدعي بالسراية. هلا شوف يا السراية اللي يدعي بيها، يلا اجبا يعني دول العالم المتطور ودول العالم اللي تحترم نفسها، اكو بعض الضرائب اللي تفرضها على المواطنين الكسبة والفقراء ينعفون من عدها، لان يقول لك هذا ما عنده اصلا، فاني اروح من الضرائب حتى يقدر يعيش. هو عنده عربانه طالع على باب الله، يجيب له يبيع له كم طاسه باليوم، يلم له كم فلس، يروح يشتري مسواق الاهل ده يعيشهم ويسد جوعهم. انت جيت فارض عليه اتاوى، اتاوى ما شنو؟ الرصيف مال الخلفك، لو الشارع مال الخلفك، لو المنطقة مال الخلفك، لو الحمص اللي دا يبيع زارعة اللي خلفك، لو الجدرية اللي هو قاعد يبيع بيها صنعها اللي خلفك، على شنو جيت فلشتها؟ والله شنو أنا أتبع التيار وبيش كيلو التيار وبيش كيلو الإطار؟ هذا العراقي هيش دا يعيش ببلده، دا يعيش بخوف. بس طبعا هذا عندهم مو إرهاب، الناس تخاف مو إرهاب، الناس تدفع فلوس مو إرهاب، الناس ما تأمن على نفسها مو إرهاب. بس لما يطلع مواطن يقول أريد كهرباء هذا إرهاب، لما يطلع مواطن يقول أريد مي هذا إرهاب، لما يطلع مواطن يقول أريد تعيين هذا إرهاب، لما يطلع مواطن يقول أريد رعاية اجتماعية ولا أريد مساعدة ولا أريد أرجع أني نازح ولا أريد بيتي يتعمر ولا أريد منطقتي تتعمر، هذا كله إرهاب. لما يطلع مواطن يقول أريد وطن هذا إرهاب، لما يطلع مواطن يقول أرفض التدخل الإيراني هذا إرهاب، لما يطلع مواطن يقول أرفض التدخل الأمريكي هذا إرهاب. بس هذا اللي دا يصير، هذا قمة الديمقراطية عندهم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك خيري الطائي يقول يعني قدرتكم بس على الفقير شلون تعيش الناس. نزار العراقي هذه حقيقة مقتدى وأتباعه، دمروا العراق وشعبه ونهبوا ثرواته. أبو صلاح الإبراهيمي، عصابات المافيا المقتدائية لديها غطاء حكومي. أبو عقيل الركابي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مخافة الله ماكو. فكانت هاي تعليقات الناس على هاي القضية. وعدنا عادل من ذي قار، حياك الله يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخوي بدل ما يسوون ذولا جماعة مقتدى، إحنا من الناصرية، نعم، خلي يباوعون للشعب الفقير ذولا الناس اللي قاعدين بالتجاوزات الواصلة الحسرة عليها متر طابوا ما عدها،
قاعد تجاوز، اكو مواطن عراقي قاعد تجاوز، الله محمد يقبل بي، وين الدين وين الاسلام؟ تخلي نصفون العالم. نعم. نعم. نسبة الفقر عندنا 70%، ما اعرف 80%، وين الظلم وين شوكي؟ نعم. ايش وقت يتنوعون هاي الناس الفقرة؟ نعم. ويحرقون ويسلبون وينهبون، وهسه الدولة كلها لهم، لا حياة لمن تنادي. وشكرا لك. شكرا لك اخ عادل. ابو علي من بغداد حياك الله. ابو علي انقطع الاتصال يا ابو علي. طبعا تعتبر طباعة المناهج الدراسية بالعراق من الملفات المثيرة للجدل، لانه احنا عندنا دوام بس ما عندنا كتب، ويا بداية كل عام دراسي ترجع أزمة نقص الكتب المدرسية الى الواجهة من جديد، والاسباب هواية، ابرزها كثرة التعديلات اللي تصير على المناهج لانه ما عندك منهج رصين تعتمدون عليه، قلة التخصصات المالية والخلافات السياسية اللي تصير بالبلد. على الرغم من مرور تقريباً أسبوعين على بدء الدوام المدرسي بالعراق بالسنة الدراسية الجديدة، لكن أغلب مدارس العراق تعاني من نقص بالمناهج الدراسية لكل المراحل، لأنه آلاف التلاميذ يأخذون دروسهم ويتلقون دروسهم من دون استلام كتب مدرسية، إضافة عن معاناة من استلم الكتب لأن الكتب رديئة أو ممزقة ولا تصلح للدراسة. خلونا نشوف شلون علق أحد أولياء الأمور على هاي القضية. أرضى هذه الكتب الممزقة التي قامت المدارس اليوم بتسليمها لأبنائنا هنا في محافظة نينوى، هذه الكتب التي لا تصلح إلا في الحاوية تسلم لطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، ذلك بالصفحة 31 يبدأ، وذلك بالصفحة 19 يبدأ، وذلك بالصفحة 14 يبدأ. أي المواد هذه؟ كيف نعرف هذا الكتاب لأي مادة؟ كيف نعرف هذه الكتب لأي المواد؟ ذهب فرحا وحقيبته جديدة ليستلم كتب يقوم بتجليدها فرحا مع بداية العام الدراسي، فتقوم المدارس بتسليمه هذه الكتب. أين نحن؟ أين نحن؟ أحلى شيء واحد من الكتب أول صفحة مراجعة الدرس الأول، تعرف أينشتاين رايح للمدرسة، فأول ما يطب يسوي له امتحان. خلال العام الدراسي السابق أغلب الطلاب بالمدارس العراقية ما حصلوا كتب مدرسية، لأنه وزارة التربية ما طبعت مناهج مدرسية أو مناهج دراسية للعام الدراسي اللي فات، بررت هذا الشيء أنه عدم إقرار الموازنة إلى العام الماضي، هذا اللي خلى أولياء الأمور أن يضطرون إلى تحمل أعباء مالية من خلال شرائها أو طباعتها بالأسواق المحلية وعلى حسابهم الشخصي. على الرغم من دعوة وزارة التربية أولياء الأمور هاي السنة أنه ما يشترون الكتب لأن الكتب موجودة وهم مستعدين، لكن واقع الحال يدعي غير هذا الشيء، ويشي بزيف وعود التربية بتوفير الكتب الجديدة للطلبة وراء ما سلمتهم كتب قديمة ومتهالكة. خلونا نسمع شهادة أحد أولياء الأمور اللي وثقها بهاي القضية. يعني شوف الكتب اليوم اللي مطينها للطلاب هذا صف الثالث متوسط، يعني شوف شلون مشقق، شلون راح يقرأ الطالب، شلون راح يفتهم، وأول صفحات ماكو، يعني بادي من رقم 12 صفحة 12 ذكرني الأوليات ماكو. يعني احنا ناشد من ناشد وزير التربية، يعني قرطاسية جاي نشتري، دفاتر جاي نشتري، بس كتب وما جاي يوفرونها طلابنا. يعني وين نروح؟ وين نشتكي؟ نروح نحاكي مدير المدرسة يقول والله هذا الموجود، ها هذه الأحياء، هذا العربي، شوف هذا الاجتماعيات، ما أدري شني، يعني كلهن مشققات. يعني ملينا ايش نشتري؟ ايش نخلي؟ نشتري قرطاسية، نشتري كتب جدد، نشتري ملازم.
هاي الأزمة مشاهدينا الكرام هي مو أزمة جديدة ولا ظاهرة جديدة بالعراق، لكن هاي الأزمة تفاقمت هاي السنة والعام اللي فات مقارنة بأعوام سابقة، خصوصا وراء تحذيرات مسبقة أطلقتها لجنة التربية والتعليم النيابية وجهات أخرى حول عدم طباعة المناهج المدرسية بسبب غياب المخصصات المالية. هاي أثرت بمشاكل عدم توفير الكتب الدراسية ونقص المدارس والاضطرار إلى اعتماد الدوام المزدوج والثنائي والثلاثي وحتى الرباعي بأغلب مدارس العراق، أثرت على الواقع التعليمي بالبلد، وأغلب المسؤولين يعزون هذا الشيء إلى التراجع بالفساد اللي تعانيه أغلب مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التعليمية. بالبصرة ما يختلف الحال عن باقي المحافظات، أكد لنا أحد أولياء أمور الطلبة استلام ابنه اللي يدرس بمدرسة حكومية 4 كتب من المنهج بوقت استلم أخوه اللي يدرس بمدرسة أهلية كامل المنهج وكل الكتب. وتساءل الأب شنو اللي دا يصير؟ أكو من دا يدفع الأهالي أن يلجؤون إلى تدريس أبنائهم بالمدارس الأهلية عبر القيام بهذا الإهمال؟ خلونا نشوف. وزير التربية للمعنيين المختصين بهاي الأمور، يعني هسه هاي أنا بالنسبة إلي عندي طالب بصف الثالث انتقل للصف الثالث، يعني هذا منهاج، هاي كتب يسلمونها الطالب يقولوا له والله هاي 4 كتب وتروح دبل نفسك، يعني دبل نفسه منين بس اذا فتين هسه قد يكون الله يجوز رازقني اشتري الكتب بيش ما كانت كتب الدفاتر القرطاسيه ما عندنا مشكله زين شلون ما كان انا ادبرها، بس الفقير شلون بهاي الحاله؟ يعني الى متى تظل هاي الامور؟ ما نلقى لها مثل صوره حل؟ ما من المعقول هسه هم عاملنا بالله رضينا بالهم والهم ما رضى بينا، اعطيته 4 كتب زين، الكتب اللي تعطونها غير واحد يكون يستفاد من عدها؟ ما من المعقول هذا كتاب يندرس به، يعني هذا كتاب يندرس به، ما اعرف الله عجيبه زين، الى ما تظل هاي المعاناه مثلا؟ تفضل هذا كتاب هذا يندرس به، تفضل هاي الصوره هي تتحدث، يعني هسه هاي كمدرسه حكوميه هسه ننتقل عندي انا طالب صراحه مخليه بالمدرسة الأهلية، المدرسة الأهلية ها بسم الله فضل كله كتاب جدد كتب جدد فضل هاي كتب كلها كتب جدد مطبوعة بكل سنة وشغلة مرتبة وما أكبر مشكلة. شنو الدرد؟ سولفولي. ما شايف دولة عندها وزارة اسمها وزارة التربية تضرب مدارسها حتى تصعد المدارس الأهلية؟ أنا ما شايف بكل العالم دولة تضرب نفسها، ما شايف بكل العالم دولة تأذي روحها. يعني هسه أنا أب أشلع شبابيك بيتي وأخلي ولدي يعيشون بالشتاء بلاي شبابيك ومرضهم وموتهم، ما شايف هيجي. أنا أب أعيش ولدي بالشارع بخيمة بهذا الوقت؟ انت يا وزارة التربية عندك مدارس المفروض انت تشتغلين عليها مو تشتغلين للأهلي، بس هذا اللي دا يصير بالعراق. الناس لما شافت هذا الوضع علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك جميل العبيدي: هذا العراق الذي علم العالم القراءة والكتابة والقوانين، الآن لا يوجد كتب في المدارس. هديل يوسف: بالأسواق موجودة كتب بس بالمدارس ماكو، حتى ما تدخل بالعقل لعد. هل الأسواق منين يجيبوها؟ معقولة استيراد من الخارج؟ أما عزيز الكراوي يقول: ليش خليتوا الطلاب تداوموا أنتوا بعدكم ما مكملين شغلكم؟ حسين آل رضاوي: تخيل عزيزي وزارة قدها كتب جديدة وقاعات نظيفة غير متوفرة، وهذه أبسط أنواع التوفير والحقوق للطلاب. أحد الأشخاص اتصل بي من العراق عند حفيدته صاعدة من الابتدائية إلى المتوسطة ناجحة بالسادس وعبرت إلى الأول متوسط، يقول: رحنا للمدرسة فمديرة مدرسة المتوسطة تقول له والله ما عندنا كتب، روحوا جيبوا لنا الكتب من مدرستها القديمة مع السادس ابتدائي حتى تدرسها بالأول متوسط. قالها: شلون هاي مرحلة وهاي مرحلة؟ قالت له: هذا اللي موجود، يعجبك يعجبك، ما يعجبك روح اشتريهم من برا. يقول: رحت للمتنبي واشتريت المنهج بأكثر من 75,000 دينار. أبو حسين من ميسان حياك الله. أبو حسين انقطع الاتصال ويا أبو حسين. أبو علي من ميسان حياك الله. فدوة قلبك أبو.
والله يا اخوي ملينا احنا ملينا شو هاي علقون صور. والله ذاك اليوم عندي طفلة ضاعت القراءة مالتها وتجول قلبك ضاعت. والله يقول لي ما عندي قراءة انطل الطفلة. يعني معقولة مدرسة كلها ما بيها قراءة؟ تجول قلبك الله يخليه يا صف بتك. والله بصف لو ابتدائي والله حتى بزمن الكتاتيب كانت عندهم ملازم يقرون بيها، والعراق بال 2023 ما عنده كتب. اي عيني يا ابو علي الله يسلمك. النور تجي لك هذا محافظ اشطات وين مسوي لك شنو مدرسه؟ تعال شوف الفقره، تعال وزع، تعال شوف. بس نصي لي صوت التلفزيون يرحم اهلك ابو علي. فدول قلبك الله يخليك. تعال شوف هاي الناس اللي تعبانة. انت مو تسوي لي ملعب، مسوي لي ما ادري شنو، مسوي لي هذا على دواي، مسوي راح صدري والله ما ادري تبرى من عندهم الصدر. نعم نعم. شكرا شكرا لك. عليكم. شكرا لك ابو علي. احد ويانا؟ الو، انقطع الاتصال. انتقدوا مراقبين وناشطين عراقيين غياب الدور الحكومي أن توضع حد لاستمرار حوادث التخريب المتعمدة اللي طول مطار بغداد الدولي اللي هي الواجهة الأساسية للبلد بين فترة وثانية، واللي توقف وراها جهات حزبية وميليشياتهم للسيطرة على المطار كمنفذ لتهريب الأموال والمخدرات حال حال المنافذ الأخرى، وتتستر الحكومة على هاي الجهات نفسها. المراقبين والناشطين العراقيين يقولون أنه العمل على تخريب العراق ومؤسسات الرئيسة بطريقة ممنهجة بشكل مستمر ما راح يوقف بظل الصراع اللي داير بين الأحزاب وميليشياتهم حتى يستحوذون على المال العام ويسيطرون على مراكز النفوذ والثروات العراقية وتبعية هاي الأحزاب إلى إيران، وشغلها الأساس هو ضمان سياسة تهدف إلى الانتقام من العراق ونهب خيراتها وتحويلها إلى أرض خراب عبر تخريب مؤسسات البلد اللي انبنت بالعهود الوطنية السابقة. قبل ما نكمل، أبو عادل من ذيقار حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. شلون أحوالك؟ الحمد لله أخوي. أحييك على هذا البرنامج الرائع وعلى روحك الوطنية. الله يسلمك أخوي. الله يسلمك عمي. هذا عتبي على محمد الحلبوسي ابو ريكان. نعم. لان ذني دورتين تشريعيه، وصدقني انا دائما اقول، انا اقول ان يعني انتم اهل دول وبنات دول. نعم. يا اخي العزيز، المصانع متوقفه، المعامل متوقفه، البلد كله متوقف. ابو ريكان انا عتبي عليه لان اكبر سلطه تشريعيه بيده. الى متى يعني هذا السكوت والخنوع على بلد ضايع في مهب الريح؟ وش سووا الرؤساء السلطات التشريعيه اللي قبل سليم الجمهوري ولا اسامه النجيفي ولا المشهداني؟ صحيح استاذ، ولكن هذا الرجل يمتلك روح وطنيه ويمتلك شهامه ويمتلك شجاعه وعنده روح شبابيه. يعني احنا من نبي القبل. شلون تاكدت انه يعني شنو اللي سواه وخلاك ياكد لك انه هذا يمتلك روح وطنيه من الممكن غيرك ما شايفها؟ والله انا بالنسبه لي اشوفه على وسائل الاعلام، اما الفعل ما ادري، الله اعلم. يعني طيب راح اسالك سؤال اخر ابو علي، شنو اللي قدمه الحلبوسي الى محافظته حتى يقدر يقدمه الى العراق؟ يعني مثلا نازحين الموجودين من محافظه الانبار اللي نزحوا الى الخارج، نزحوا الى اقليم كردستان او باقي المحافظات، رجعهم، انبنت المحافظة المناطق المدمرة، تحسنت الخدمات أو البنية التحتية اللي في محافظة الأنبار. العالم تقول إنه محمد الحلبوسي اللي قدمه إلى محافظة الأنبار شارع وشم شجرة وبنى له قصر. نعم نعم نعم. والله يا أستاذ إحنا قاعد نعيش معاناة يعني بين الحياة والموت حقيقة. يعني لا مستشفى، أنا أحكي وياك من ذيقار، لا مستشفيات ولا مدارس. صدقني عندنا هذا كادر مال مدرسة ألف طالب ما عندهم لا رحلات ولا كتب ولا معلمات. جاب لك مدرسة بيها سبع معلمات.
بس احنا شو نقول؟ بس احنا شو نقول؟ نقول عتبنا على رجال العراق الاوفياء شرفاء امثالك. قال حضرتك الانسان الرائع الطيب. الله يسلمك. اي والله رائع بمعنى الكلمه حقيقه. على راسك. بما تمتلك من روح وطنيه وابات وشجاعه. الله يسلمك اخوي. واجبي. والله يعني تهنى استاذ العزيز، احنا تهنى ونسال الله ورسوله ان ينقذنا. تهنى. ان شاء الله. نعم. ضعنا ضعنا. نعم. ضعنا يعني. نعم. ضعنا. احنا ضعنا، فهل من منقذ؟ ضعنا. نعم. شكرا شكرا لك ابو عادل. احاول اختم بهذه الكلمه. ابو عادل يقول احنا ضعنا، هو ما يقصد بس نفسه ولا دا يقصد عائلته، دا يقصد البلد بشكل عام من شماله الى جنوبه، من شرقه الى غربه، من دهوك من زاخو الى الفاو، من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه، ومن اقصى شرقه الى اقصى غربه. يقول احنا ضعنا، فهل من منقذ؟ فهذا السؤال انا احاول اوجهه الى، ولو هم سياسيين ما شفت بهم واحد يمتلك روح وطنية، بس لمن يمتلك منهم روح وطنية أقول له بل كتجاوب لنا أخونا أبو عادل على تساؤل هذا. حكينا عن قضية الصراع ما بين الأحزاب والميليشيات لمحاولة السيطرة على المنافذ الحدودية من ضمنها مطار بغداد الدولي. بهالسياق أظهر مقطع مصور حال ساحة عباس بن فرناس في المطار المخصصة لركن السيارات وشهادة أحد المسافرين العراقيين حول تهالك هاي الساحة وتساؤل عن مصير الأموال اللي دا يسمعون بيها للإعمار. خلونا نشوف. ساحة بن فرناس في المطار الطب يأخذون من عنده قراجية 4000. 4000 هاي شنو مقابلها؟ أنت حاطي مصطبة مسوي لي مرافق بيها خير، أنت تطي مي، أنت شنو تأخذ 4000؟ وبعدين هاي 4000 اليوم مؤسسة قاعدة تروح للمطار مدى يعمروا للداخلية لو للمواصلات لو المدى تروح هاي السالفة؟ بس أريد أعرف. أنا بس عندي سؤال واحد. أفرض واحد عراقي عنده صديق من إحدى دول الجوار أو من الخارج وإجا يزور العراق، وهذا المواطن راح يستقبل صديقه، لما يطلع من المطار أشوف هذا المنظر؟ هذا شنو هذا المنظر؟ مزهرية؟ شنو حاط لهذا المنظر؟ تعطر الجو بروائح جميلة مثلاً لما حاط لهاي الزبالة مكومة بالمطار وبالساحة؟ أرد أسأل أبو البلدية وين مدير المطار، وين مسؤول أمن المطار، وين مسؤول الساحة، وين الوزير، وين المسؤول، وين رئيس الوزراء، وين هاي بس الزبالة؟ عوفك من القاع، عوفك من المكان، عوفك ماكو ترتيب. طلعوا بالخارج وروحوا شوفوا المطارات وقراجاتها، شوفوا الخدمات اللي تتقدم للمواطنين بالقراجات مو بالمطار، وتعلم. طبعا ويستمرار مسلسل الفساد بمطار بغداد الدولي اللي يعاني منه العراقي بشكل أساس، ويعاني من الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية المتنفذة عليه. ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالعراق بتعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة لحكومة السوداني وإدارة مطار بغداد الدولي، وراء عجز الحكومة عن رفع جودة الخدمات المقدمة بمرفقات المطار على الرغم من إقالة مديرة بوقت سابق وتعيين مدير جديد للمطار. عراقيين تسألوا عن مصير الوعود باستخدام شركات متخصصة في تطوير المرفقات بعد رصدهم مجموعة من الصبابيغ دي يصبغون بشكل عبثي مرفقات مطار بغداد بدون خبرة. تعالوا نشوف. حكومتنا الموقرة قالوا وتعاقدنا ويا شركات رصينة بمليارات لتطوير وتجديد المطار اللي دا نشوف بس احنا بالمطار. الله وكيلكم صبابيغ شايلين سطلات بوية وبنتلايت وقاعد يصبغون. زين وين الشركات؟ وين المليارات؟ هذولا صبابيغ الله وكيلكم جايبيهم من ساحة الطيران. العالم لا تمشي مسافات طويلة يخلوا لهم سير متحرك، انت توقف وهو يمشي بيك، والكبار بالعمر كراسي متحركة وموظفين هم يمشوا وما يركض، لا محرك يمشيها، او اكو سيارات اخرى مشابهة لسيارات الجولف يجيبون الكبار بالعمر من الطيارة ويودوهم للطيارة. غير خدمات الانترنت، غير المطاعم، غير المرفقات الاخرى، غير انه اكو فنادق للنوم داخل المطار مو خارج المطار كغرف مخصصه، غير الحمامات، غير الترفيه اللي موجود، غير اكو مناطق للعب الاطفال، هاي كلها قاموا يخصصوها بالمطار. والعالم دا يتسابق،
كل دولة تفكر أنه تصمم مطار حتى يكون الأجمل والأكبر والأكثر فعالية مع الناس، إلا بالعراق هاي حال مطاراتنا الجميلة. تعالوا نشوف الناس إيش علقت على هاي القضية. أول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك محمد طه يقول: للأسف الشديد تغيير مدير المطار قبل فترة لم يحل كل مشاكل المطار، وكأن الأمور صعبة للغاية أو واقع حال يجب أن نرضى به. حسن علي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شل من الحرامية الذين يمتازون بالغباء الشديد. أما خليل السرور: هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على فشل إدارة المكان. وأبو صفاء الشويخ الجبوري: ما دام الحكومة بيد الميليشيات هذا حال العراق، باقي حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان هاي تعليق الناس على القضية. طالبوا ذو ضحايا مركز النقاء ومركز العزل الصحي اللي قضوا حرقه عام 2021 بالناصرية اعتبار ذويهم شهداء أسوة بضحايا فاجعة حمدانية وشمولهم بالتعويضات وراء مصرعهم جراء التقصير والإهمال الحكومي. هذا الشيء طلعناه فيديوهات سابقة بحلقات سابقة بالبرنامج. وذو ضحايا مستشفى الحسين التعليمي بوسط ناصرية طالبوا هواية أن يتم احتساب الضحايا اللي لقوا مصرعهم نتيجة احتراق مركز العزل عام 21 شهداء لكن دون جدول. لهذا السبب ركز لنا قسم التواصل الاجتماعي بهذا الانفوغرافيك على هاي القضية. خلونا نشوفها سوية. 20 ويانا اول يوم الحادث اللي طلعوا جثة اهلنا المتفحم هم 20، ولحد هذا اليوم احنا ناصبين شهادة ما واقفين ويانا بس ابنات 20. احنا ظلمنا، احنا الحكومة ظلمتنا، الحكومة دارت وجهها عنا، واحنا احنا قليلين، احنا استضعفتنا الحكومة. مسلسل الموت حرقا في العراق لا ينتهي تحت ظل حكومات استهانت بأرواح العراقيين طوال 20 عاما متواصلة. فالمكلومون من ذوي ضحايا مركز العزل الصحي الذين قضوا حرقا عام 2021 في الناصرية ينتظرون عطف حكومة السوداني باعتبار ذويهم شهداء أسوة بضحايا فاجعة الحمدانية. فاجعة حريق مركز النقاء للعزل الصحي بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عام 2021 جاءت نتيجة تشييده بمواد قابلة للاشتعال وتفتقر لمتطلبات السلامة، ليذهب ضحيتها أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بالجروح. طلعنا مواطنين أحرار من كل أبناء محافظة الذيقار، طلعنا نطالب بعوائل الشهداء مستشفى النقاء، دولة ظلوا فحم. لم تكن الأولى ولا الأخيرة، فقد سبقها بنفس اليوم حريق عدد من أقسام مقر وزارة الصحة الكائن في مدينة الطب بمنطقة باب المعظم وسط بغداد، وقبلها بأشهر فاجعة مستشفى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها 81 شخصا نتيجة الإهمال المتعمد وغياب بالرقابة فضلا عن الفساد الحكومي الذي نخر جسد الدولة. مطالبات ملحة بإعادة فتح التحقيق بالقضية أسوة بفاجعة الحمدانية والتي ستمر كسابقاتها دون نتيجة تذكر جراء طمس الحقائق الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة وحماية المتسببين بهذه الجرائم واستمرار سياسة الإفلات من العقاب دون ردع أو حساب. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. طوفان الأقصى، هاي الهجمة اللي قامت بها المقاومة ضد الكيان الصهيوني تزامنا ويا حرب تشرين اللي كان العراق إلى دور كبير بها، أيقظت مشاعر العراقيين وتصدر وسم عراقيون مع الطوفان منصة اكس في العراق. جبنا لكم بعض المنشورات منها. سيف الدين الشمر يقول: جرائم الكيان الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة قد فاقت الوحشية والإجرامية وسط صمت مطبق من منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية، وعليه وجب نشر جرائم الكيان الصهيوني في كل مواقع التواصل منها تويتر، ويجب كشف الحقيقة للعالم وأن نكرهها وتغاضي عنها. دكتورة زينب تقول: لا توجد إنسانية في مجتمع دولي ينظر إلى مصالحه فقط، منذ متى أصبح صاحب الأرض إرهابي وأصبح المحتل الغاصب المتطرف صاحب الحق في مكان ليس له أصلا، بردا وسلاما لغزة. وبهاء الدليمي يقول: نهنئ الشعب الفلسطيني على هذه الانتصارات العظيمة ونشد على أيديهم المباركة لتحرير أرضهم المغتصبة من قبل الصهاينة المحتلين قاتلي الأطفال، نسأل الله أن يثبتهم ويؤيدهم بنصره المؤزر. تحية لكم من أرض العراق، معكم قلبا وقالبا. وسجاد وسام يقول: سنين طويلة ودموع الأطفال لم تنقطع ومعاناة الأبرياء لن تنتهي، وقطعت حناجر الأمهات بصرخاتهن ووجعهن الشديد وهم ينظرون مقتل أطفالهم وأزواجهم،
قتلوا البراء بنيران صواريخهم وذبحوا الإنسانية بطغيانهم. عن أي إنسانية تتحدثون عنها يا أوغاد؟ هذا المنشور وغيره كان عن هاشتاغ عراقيون مع الطوفان. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا برنامج صوتكم. أعتذر من بعض التغريد الرسائل اللي ما قدرت أقرأها، لكن الوقت انتهى. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. في أمان الله.